السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أش أخباركم؟ أتمنى يا رب هاد الفيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية بإذن الله. عواشركم بروكا، وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين. هاد النهار هذا كيف ما تتعرفوا قريب العيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا ربي. دونك ان شاء الله غادي نصايب واحد الحليوات بساطين، جوج غريبات اللي هي حلوة ريشبون وحلوة كاوكاو، وجاتني العقلي انني نصايبهم في الطبيعه في الهواء الطلق. دونك غادي نصايبهم هنايا في الجرده ان شاء الله. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وان شاء الله نتمنى يا ربي تعجبكم هاد الفيديو ديال هاد النهار. ودابا ندوزوا المقادير ديال الحلوه الاولى اللي هي حلوه ريشبون. حاولت نبدل لا روتين ديال لا كويزين وخرجت للجرده باش نصاوبها على الهواء الطلق. دونك ما غاديش نخلطها في العجانه، غادي نخلطها في القصريه. شوفوا ما شاء الله على منظر حدا الشجره ديال التفاح، غادي نصايبها هنايا. ندوزو دابا المقادير اللي غنحتاجو ليها. 225 غرام ديال الزبده، نص زلافه متوسطه ديال الزيت نباتيه، نص زلافه متوسطه ديال السكر حبيبات. عندي هنايا جوج بيضات، قبصه ديال الملح، معلقه كبيره مع معمراش ديال خميره الحلويات، واحد يوغور بنكهه الفاني، عندي نصف حامضه محكوكه، طحين حسب الخليط تكون ماء جاريه ما قاصحه. وللتزيين عندي الكوك والكونفيتور بنكهه الفريز والكونفيتور بنكهه المندارين، انا ما لقيتش ديال المشمش، وماء الزهر. بسم الله نبداو. اول حاجه درتها خديت هنايا الزبده، ضفت عليها هذوك جوج بيضات، خلطتهم مزيان مع بعضياتهم حتى تجانسوا، ومن بعد غادي نضيف عليهم السكر حبيبات والزيت، نخلط هذا الشيء كامل ونضيف عليه قشور الحامض واليوغور بنكهه فاني، ومن بعد نخلط عاوتاني كل شيء حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف الطحين، غادي نزيد عليه قفصه ديال الملح وخميره الحلويات، وفي الاخير غادي نقول لكم شحال خدات معايا ديال الطحين. هنايا من بعد ما انتهيت، المهم الطحين خدا معايا 4 زلايف. غادي نقسم العجين الى قسمين، النصف غادي ندير به كويرات متوسطين، والنصف الاخر غادي نعطيه لساره دير به كويرات صغيورين باش نلصقهم مع بعضياتهم باش نخرجوا من هذه الحلوه شكلين، غادي تشوفوهم معنا في الاخر.
ودابا على بركه الله غادي ندوزو الحلوه الثانيه اللي هي حلوه كاوكاو، اللي غادي نحتاج ليها ان شاء الله واحد 500 غرام ديال كاوكاو اللي ديجا سبق لي حمرته وطحنته بقشورو على هذا الشكل. هذا تيجي بهذا الشكل. غادي نحتاج جوج ساشيات ديال سكر بنكهه زهره البرتقال، غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج جوج كيسان ديال الزيت النباتيه، جوج كيسان ديال السكر البني، اولا اللي بغى يستعمل السكر ابيض حبيبات. انا دائما الا ما كانش اللون ديال السكر البني غادي يخسر لي الحلوه ولا الكيك، تنفضل نستعمل السكر البني. جوج معالق ديال القرفه والطحين حسب الخليط. والتزيين ان شاء الله غادي نحتاج كاوكاو اللي غادي نقشرو ونهرمشو، والشوكولا غادي نستعمل شوكولا نوار. بسم الله نبداو الحلوه الثانيه على بركه الله. خديت هنايا الزبده، ضفت عليها الزيت وضفت عليها السكر البني، غادي نخلط هاد ثلاثه العناصر مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيف عليهم الكاوكاو مطحون، ونضيف القرفه، ونضيف الساشيات ديال نكهه زهره البرتقال. نخلط هادشي كامل مع بعضياته حتى يتجانس، ونضيف له الطحين، ونقول لكم شحال خدات معايا ديال الطحين، حيت الطحين تيبقى حسب الخليط وحسب واش نوعيه جيده او لا عاديه. المهم العجين هنايا خدا معايا 4.5 سلايف، غادي ان شاء الله نديرهم كويرات متوسطين، ونعيط على ساره تعاوني، ومن بعد ان شاء الله ندوزو، حيت هذه ما شاء الله تتخرج كميه كثيره، وان شاء الله ندوزو لطريقه التزيين. بالنسبه للتزيين، من بعد ما طابت لينا الحلوه ديال الريشبون خليناها بردات، خديت الكونفيتور وضفت عليه ماء الزهر وسخنته. بالنسبه للكونفيتور اللي بنكهه البرتقال درت فيه الحلوه ديال اللي متوسطه، ومن بعد درتها في الكوك. والكونفيتور اللي بنكهه الفريز درت فيه الحلوه الصغيره، ومن بعد درتها في الكوك. ان شاء الله غتشوفوا النتيجه الاخرى. وبالنسبه للحلوه الغريبه ديال الكاوكاو، دوبت الشوكولا نوار في حمام مريم، وهذاك الكاوكاو اللي بقى لي قشرته وديجا هو محمر وهرمشته، تناخذوا هذه الغريبه هذه وتنديروا ليها الوجه الفوقاني ديالها في الشوكولا، وتنحطوها في البابي بارشما او لا ورق المطبخ، ومن بعد تنضيفوا الكاوكاو مهرمش. غادي تشوفوا ان شاء الله الشكل ديال هذه الحلوات هادو الثلاثه في الاخير. والصلاة على النبي. انتهينا من توجد الحلوى بعد ما جمنا الروينة، راكم عارفين الروينة تديرها الحلوى دائما. المهم درتهم في هاد الليمول هادو اللي تيجيو بالكوفيركل ديالهم،
تيعجبني الشكل ديالهم وتيبقاو محافظين على الحلوى. بالنسبه للبنات اللي كاينين هنايا راهم تيتباعوا غير في الدولاراما وتيجي منظرهم رائع في الحلوى وتيحافظ عليها. وبهذا غادي نختم لا فيديو ديالي هنايا. وبويسك صايبنا الحلوى في الطبيعه وحدا الشجره ديال التفاح، قلت علاش لا ما نجيش نختم منها نيت. تنتمنى يا ربي هاد لا فيديو هادي تكون نالت اعجابكم. عواشركم مبروكه مره اخرى، خليت لكم راحه الله والسلام عليكم.